الشباب مع رأسهم الأستاذة آمنة التزم السيد رئيس الجمهورية الحالي حينما كان. هي تجربة أولى من نوعها قم بها المجلس الأعلى للشباب. اليوم استضفنا 21 شاب من مختلف تخصصات جونا من فرنسا يلتقيوا مع شباب هنا في ولاية وهران في هذا الجلسة في هذا البانال وغيره من نقاط المبرمجة، ثم ينتقلوا بحول الله تعالى العين ميناس أين سيتعرفون على وحدة من يعني شركات ومؤسسات سوناتراك ويتعرفوا على هذه الشركة الجزائرية القوية والكبيرة، ثم ينتقلوا إلى إليزي أين سيلتقون كذلك بمجموعة من الكفاءات الشابة لولاية إليزي والولايات المجاورة، ويحدث هنالك تبادل حول مجموعة من المقدرات التي تمتلكها إليزي سواء في الجانب السياحي في الجانب الاقتصادي في الجانب التراثي والثقافي إلى آخره. ثم يمشوا برا من إليزي اتجاه جانات إن راح ينزلوا بحول الله تعالى في منطقة سياحية رائعة من بلادنا اللي هي إهرير، تكون فيها جروب دو ريفليكسيون كذلك مع شباب المنطقة لمدة من الزمن، ثم ينطلقون من إهرير إلى جانات. في جانات راح يكون برنامج شوية طويل. أتيت مع 20 شاب وشابة من مختلف المجالات العلمية والثقافية وأيضا رواد الأعمال من أجل الاحتكاك مع شبابنا هنا في الداخل، وأيضا نتمنى أيضا تبادل الخبرات وأيضا تبادل أيضا الإكسبيرونس ما بيناتهم. أتينا أيضا ببعض المشاريع الملموسة وأيضا ببعض المبادرات التي نتمنى أن تكون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للشباب.